يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. لقاء صباحي رياضي بيتجدد في صباح اون تايم على مدار الساعة ونص. هنناقش وهنتكلم وهنستعرض اهم واخر اخبار الساحرة المستديرة والرياضات الاخرى على المستوى المحلي والعالمي. صباح الخير يا اللي معانا. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وأكيد هنبتدي كلامنا النهاردة بالحدث الأهم والأبرز في العالم وهو نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. امبارح منتخب مصر الأولمبي خسر تذكرة التأهل للمباراة النهائية قصاد المنتخب الفرنسي القوي صاحب الأرض وصاحب الجمهور والتنظيم بنتيجة كانت 3-1، عشان يضرب المنتخب المصري ميعاد مع المنتخب المغربي في مباراة هيتحدد فيها مين صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في لقاء عربي خالص إن شاء الله هيكون يوم الخميس القادم يوم 8 أغسطس. امبارح احنا كنا أبطال بمعنى الكلمة، عملنا شوط أول مثالي، وصلنا لمرمى فرنسا أكتر من مرة وفي الشوط الثاني سجلنا هدف رائع عن طريق محمود صابر، وبعديها اتعرضنا لضغط كبير جدا من المنتخب الفرنسي بكل خطوطه لحد ما أدرك هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، وده أول تعادل في الوقت الأصلي بيتسجله فرنسا من أول البطولة دي، لأن هي كسبت كل المباريات بتاعتها في الأولمبياد. في الوقت الإضافي الأول سجلت فرنسا الهدف الثاني عن طريق جون ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي بعد ما تأثر منتخبنا بحالة طرد لعمر فايد والأخذ إنذارين، وسجلت فرنسا في الوقت الإضافي الثاني الهدف الثالث عن طريق لاعب وسط بايرن ميونخ وليس، وحاول طبعا منتخبنا على قد ما قدر ان هو في الشوط الثاني يحاول ان هو يسجل لكن دون جدوى. طبعا احنا لازم نشكر من هنا منتخبنا الاولمبي، منتخب مصر الاولمبي، شكرا للفراعنه، شكرا للجهاز الفني بقياده مستر ميكالي، ظهور جيد جدا ومشرف جدا للمنتخب الاولمبي في المحفل الدولي العالمي. لعبنا في مجموعه كانت بتضم دومينيكان، اسبانيا، وباكستان، اتعادلنا في اول مباراه من غير اهداف مع دومينيكان، وبعد كده كسبنا اوزباكستان، وفي المباراه الثانيه كانت النتيجه هدف احمد نبيل كوكا، بعديها سجلنا فوز غالي جدا اكيد على المنتخب الاسباني هدفين مقابل هدف للنجم المتالق ابراهيم عادل، وبعد كده في الدور ربع النهائي كسبنا باراغواي بركلات الترجيح، وبعد التعادل طبعا وقتها كان بهدف لكل منتخب، وبعد كده كان في خساره لمباراه الدور نص النهائي قصاد المنتخب الفرنسي كانت النتيجه امبارح 3-1. بصراحه كان في ايجابيات كتير جدا من خلال مشاركه مصر في البطوله برغم الظروف الصعبه جدا اللي واجهت الجهاز الفني في مساله بقى اختيار اللعيبه، لكن برضو بيحسب ليه ان هو تالق وتالق كبير جدا او كان في تالق كبير جدا لمجموعه من اللاعبين، يمكن على راسهم حارس المرمى حمزه علاء واللي مش بيشارك معنا دي، بجانب كمان كان في ظهور يعني مميز جدا جدا للثنائي النني واحمد سيد زيزو بشكل يعني كان رائع بصراحة في مباريات البطولة. لازم برضو نبتدي ان احنا نبني ونكمل على اللي احنا عملناه ده وعلى اللي اتحقق ده، ونحاول ان احنا نستفيد من مجموعة اللعيبة اللي موجودين في المنتخب ان هم يكونوا بقى ان شاء الله نوال المنتخب الوطني الاول في اللي جاي، لان معظمهم طبعا هم عناصر مبشرة ومبشرة جدا كمان. وبرضو خلينا الصراحة أكتر مع نفسنا عشان نقدر إن احنا نتخطى الخسارة المنطقية دي. أولا يعني أهم أسباب خسارة مصر امبارح كانت الجانب البدني بالنسبة للعيبة المنتخب، وده أكيد يعني سببه بلا تردد استمرار مسابقة الدوري المصري ممتاز لحد دلوقتي. يعني لو بصيت على المنافسين اللي لعبوا قصادنا امبارح في البطولة فهتلاقي إن الدوريات أصلا اللعيبة محترفة فيها انتهت من شهر مايو اللي فات، فأكيد اللعيبة المنافسين أخدوا راحة كويسة جدا، أخدوا راحة سلبية كبيرة قبل ما يدخلوا في البطولة. في المقابل لاعب زي مثلا إبراهيم عادل أو زي كوكا أو زي محمود صابر أو زي حسام عبد المجيد أو كمان زياد كمال كلهم لسه مكملين مع أنديتهم في المشاركة الأساسية، لأن مسابقة الدوري المصري ممتاز دوري النايل لسه مستمرة حتى الآن ولسه مكملة كمان لغاية بعد نص أغسطس. صحيح، فيعني اكيد احنا لازم ان احنا نتدارك الخطا ده ونبدا نفكر ان شاء الله في الموسم اللي جاي هيكون عامل ازاي وهنحل الازمات دي ازاي.
سريعا هنروح للزميل خالد رزق من مدينة العالمين الجديدة من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين. صباح الفل عليك يا خالد، أكيد يعني عايزين نعرف منك الأجواء امبارح كانت عاملة إزاي، الكل كان أكيد مترقب لهذه المباراة، المباراة اللي جمعت منتخبنا الوطني الأول مع منتخب فرنسا، فرنسا البلد المستضيف لهذه المباراة. يمكن البعض شايف إن دي كانت نتيجة منطقية إلى حد كبير، ولكن برضو يعني كان كلنا عندنا أمل كبيرة جدا 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 إن احنا نعمل إنجاز جديد بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، اللي الحقيقة يعني شرفنا من بداية البطولة دي لحد مباراة امبارح، ولسه إن شاء الله هيكون عندنا أكيد فرصة إن احنا يعني نحصد ميدالية، حتى لو كانت ميدالية برونزية. يمكن اللقاء القادم هيكون قصاد منتخب المغرب، المنتخب المغربي هو منتخب كبير، منتخب أكيد قوي جدا، ولكن برضو لسه عندنا أمال، لسه عندنا حظوظ إن شاء الله إن احنا نحصد عن طريق كرة القدم ميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024. والأهم أكيد هو إن احنا خلاص بقى عندنا نواة لمنتخب وطني أول إن شاء الله في المستقبل يقدر إن هو ينافس على كل البطولات الكبيرة. قول لي يا خالد، الدنيا كانت عاملة إزاي عندك امبارح بالليل؟ يعني طبعا شيما، صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت اتكلمتي قلتي على منتخب مصر الاولمبي، ولكن انا هحكي لك على التفاصيل اللي كانت موجوده امبارح. امبارح من قبل المباراه تقريبا بساعتين كان بدا يتواجد عدد من المتواجدين في المنطقه الترفيهيه والمنطقه السياحيه، بداوا يروحوا عند الشات العملاقه اللي موجوده في المنطقه الترفيهيه. بالتاكيد كل واحد كان بيحاول ياخد وضع جيد لمشاهده المباراه عشان يتابع مباراه منتخب مصر الاولمبي، وكان في حال من التفاؤل الكبيره جدا لكل الحاضرين عن المنتخب المصري الاولمبي، وعارفين اللعيبه رجاله وقد المسؤوليه. خليني اقول لك ان اثناء المباراه كان في يعني روح قويه جدا، كان في هتافات، كان في تشجيع، كان في تركيز كبير جدا مع المباراه من كل الفئات العمريه. في اطفال صغيرين امبارح قابلتهم اتكلمت معاهم، عندهم معلومات كرويه غير عاديه، مركزين، عارفين اللعيبه بتوع منتخب مصر الاولمبي، عارفين مين كان احسن واحد ومين كان اداؤه جيد في الملعب في مباراه الامس. بعد إحراز منتخبنا الوطني المصري الأولمبي هدف الأول للمنتخب، طبعا كان في فرحة كبيرة جدا، الكل أمن على الترابيزات وعلى الكراسي، كان في فرحة كبيرة جدا، وكان برضو الناس مصدقة جدا للمنتخب، والمنتخب مصدق إمكانياته بالتأكيد. وصولا ليه بقى نهاية المباراة، وصولا للوقت الإضافي، الكل كان بيتكلم من قبل ما المباراة تنتهي ومن قبل ما يحصل الطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة وقبل الذهاب للوقت الإضافي، كان الكل بيتكلم على إن المنتخب أدى أداء رجولي واداء يعني محترم ومشرف جدا لمصر بالتاكيد، ويعني في رضا كامل عن المنتخب المصري الاولمبي. طبعا في بعض الثغرات وفي بعض الحاجات يعني اللي ممكن البعض عقب عليها، ولكن بمجمل الموضوع كان الناس راضيه عن اداء المنتخب المصري الاولمبي، وشايفين اللعيبه قد المسؤوليه وكانوا بيضحوا وكانوا بيجتهدوا لحد اخر لحظه. وطبعا وصولا للوقت الاضافي كان الموضوع صعب بعد حاله الطرد، طبعا كان الموضوع كان اصعب، فرنسا على الارض وسط جمهورها ومعاهم يعني تيري أونري، واحد من اساطير الكوره بالتاكيد، واحد من النجوم اللي يعني هو مدير فني وكان على اعصابه هو كمان اثناء المباراه، وكان واضح جدا ان كانت المباراه صعبه للمنتخب الفرنسي ايضا. ولكن زي ما كل اتكلم امبارح قال عايزين نبقى متفائلين، عايزين نكمل الموضوع، ما زال قدامنا فرصه امام المنتخب المغربي للحصول على ميداليه برونزيه، وهتكون طبعا انجاز تاريخي كبير لمنتخب مصر الاولمبي. وما زلنا منتظرين المباراه القادمه ان شاء الله يوم الخميس القادم، هيكون هناك مواجهه ساخنه، واعتقد ان رجاله المنتخب المصري الاولمبي هيكونوا قد المسؤوليه وان شاء الله يحاول انجاز ونحصد على الميداليه البرونزيه. يمكن منتخب المغرب هزم من المنتخب الاسباني اللي كان يعني هزم من المنتخب المصري من قبل، ولكن المباراه هتكون صعبه، كل ما الادوار بتتقدم بيكون المنافسه بتكون اشرس، وهيكون لقاء عربي خالص للمنتخب المغربي، اعتقد ان هو هيكون ند قوي جدا في المباراه القادمه، ولكن ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق الفوز. يعني بعد انتهاء المباراه امبارح كان في حاله من الحزن وحاله من الهدوء، يمكن بعض المتابعين قاموا في الدقائق الاخيره خلاص بعد احراز المنتخب الفرنسي الهدف الثالث قالوا خلاص يعني الامل انتهت فيها هذه المباراة، ولكن بعد ما قاموا مشي قبل ما الحكم يصفر، ولكن كان ايضا عندهم ثقة في المنتخب في المباراة القادمة. وما زلنا طبعا في اجواء العالمين الجديدة، العالمين الجديدة يمكن بتغطي كل الفعاليات زي ما احنا عارفين، الفنية والثقافية وايضا الرياضية، ولكن الاولمبيات ليها دور ومتابعة منتخب مصر ليها دور كبير جدا في العالمين الجديدة. يعني شيما دي كانت رصد الاجواء بالامس بعد انتهاء مباراة منتخب مصر الاولمبي، ومن العالمين الجديدة هقول لك مرافق في الاستوديو، اتفضلي.
شكرا جزيلا للزميل العزيز خالد رزق، دايما بيكون معانا من مدينة العلمين الجديدة بشرح وافي وكافي عن كل الفعاليات اللي بتحصل هناك. وفي نفس السياق في نفس الإطار، يمكن الكل اتكلم بعد الأداء، يعني اللي ممكن نقول عليه إن هو مش بس مشرف، هو مشرف جدا الفترة اللي فاتت دي لمنتخبنا الأولمبي. عن ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، هل هيستمر؟ إيه اللي هيحصل؟ هنجدد له؟ إيه اللي هيحصل في الموضوع ده؟ ولكن بعد الكلام الكتير ده طلع وأكد كايو زيار وكيل روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي إن هو اتكلم مع ميكالي قبل مباراة فرنسا، وبلغه إن هو كان عنده شعور إيجابي جدا إن هو ممكن يحقق ميدالية أولمبية مع منتخب مصر. وقال كمان زيار لغاية دلوقتي ما فيش أي اتصالات بشأن تجديد عقد المدرب البرازيلي، وما فيش حديث عن المستقبل أو عن عقد المدرب مع اتحاد الكرة دلوقتي. التركيز دلوقتي بس موجود على مشوار المنتخب المصري وكمان منافسات الأولمبياد. وختم ميكالي تصريحاته أو زيار تصريحاته أن ميكالي بيحب جدا الشعب المصري وسعيد جدا برحلته مع منتخب مصر ومع اللعيبة، والحديث حاليا هو فقط عن الحاضر وأي حديث تاني بشأن المهمة مع المنتخب ومستقبله. نكمل معاكم برضو مع أجواء الأولمبياد. وامبارح وصل البطل المصري محمد السيد للقاهرة بعد ما قدر ان هو يحصد برونزية السلاح في أولمبياد باريس. استقبال طبعا كان كبير جدا لبطلنا، قدر ان هو يرفع اسم مصر في الأولمبياد. فتعالوا نشوف كده المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. شعور حلو جدا، ما تفكرش ان انا هوصفه بالكلمات. الحمد لله، دي مش شكر مني، ده فضل كرم ربنا. انا بس بعمل اللي اقدر عليه في التمرين، واحاول اجهز من نفسي واحسن من نفسي يوم عن يوم. الفيديو ده طبعا كان رساله مني لنفسي، عشان لو في وقت من الاوقات حسيت اني زهقت او كنت بعدي فتره بخسر فيها كتير او مش قادر اتمرن، ممكن ابص في الفيديو ده عشان يحفزني اكمل المشوار. والحمد لله يعني ربنا كرمني وحققت الحلم فعلا، واقدر ابص على الفيديو ده واقول ان الامنيه اللي انا تمنيتها والوعد اللي وعدته لنفسي الحمد لله ربنا خلاها حقيقي. هو لو هوجه رساله اخيره، ف عاوز طبعا اشكر اهلي واسرتي على العموم الدايم ليا. طبعا ماما مش مزعج تقوليش انت مقلتليش وانت في اللقاء، بس طبعا بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي وصدقوا فيا، وبشكر كل الناس كمان اللي بعتولي قبل البطولة وكانوا يعني مش هقول متنبئين، بس كانوا حاسين ان انا هدخل وهعمل حاجة. وبشكر طبعا الوزارة، الدكتور أشرف صبحي، كابتن ياسر إدريس، اللجنة الأولمبية، الاتحاد، صانع الأبطال، البنك الأهلي المصري، شركة لارنس، روابط الرياضية. بشكر كل الناس اللي كانوا داعميني من الأولمبيات اللي فاتت للأولمبيات دي، وإن شاء الله الدعم يستمر الأولمبيات الجاية بحلم جديد بأمنية جديدة وإن شاء الله تتحقق. يعني إن إحنا بنقول احلم واجتهد واخلص في العمل واتحصن بالعلم ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. واحنا كنا من فترة كبيرة لما كنا بنقعد ونتفرج على الأولمبيكس ونشوف الفاينل ونشوف الأساطير بيلعبوا وبيعلقوا الميداليات، كنا بنغمض عينينا وكنا ممكن مش قادرين ان احنا نكون الصورة لنفسنا. لكن اتضح ان انت لما بتنوي وبتشتغل على نفسك وبتؤمن باللعيب اللي شايل المسؤولية فعلا، وان هو فعلا هو عنده قناعة ويقين ان هو رايح يجاهد ويبذل اقصى مجهود عشان يرفع علم بلده في اي محفل رياضي. في النهاية ربنا كرمنا الحمد لله وحققنا انجاز من 1928 من تاريخ انشاء نادي الاتحاد المصري للسلاح، دي اول ميداليه اولمبيه لسلاح سيف المبارزه على المستوى المحلي والعربي والافريقي طبعا.
تابعنا مع حضراتكم أهم تصريحات نجمنا أكيد وبطلنا المصري محمد السيد ووالده ومدربه كابتن سيد سامي. أكيد برضو فكرة أن أنت يكون والدك هو مدربك أو قد إيه هو يكون مؤمن بيك ومصدق أن أنت ممكن تكون بطل دي بتفرق طبعا، وبيكون ليها مردود إيجابي عليك كلاعب أو كرياضي. ودايما ده برضو بيعكس صورة أن أنت البداية أو النشأة الرياضية بتفرق كتير جدا 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 في مستقبل أي بطل. لسه مكملين معاكم برضو متابعتنا للمنافسات الخاصة بأبطالنا المصريين، أبطالنا المصريين اللي بيشاركوا في باريس 2024. النهاردة يوم الثلاث يوم 6 أغسطس عندنا منافسات مختلفة بالنسبة لأبطالنا، أكيد بنتمنى أن هو يكون يوم يعني جيد، يوم أفضل من الأيام اللي فاتت بالنسبة للبعثة المصرية. الساعة 11 صباحا يعني بعد قليل منافسات الغطس محمد فاروق تصفيات 3 متر سلم متحرك، إن شاء الله كل التوفيق لكل أبطالنا. كمان الساعة 11 وتلت ألعاب القوى إيهاب عبد الرحمن هيكون بيشارك في تصفيات رمي الرمح، والساعة 12 و7 دقايق ظهرا في المصارعة هيكون مؤمن ربيع مع الفنزويلي راير راجيز في منافسات الطردية. الساعة 12 وربع ألعاب القوى برضو إسراء عويس هيكون عندها منافسات في تصفيات الوثب العالي، والساعة 12 وثلث في المصارعة عبد اللطيف منيع مع البلغاري كيرال ميلوف هيكون عنده منافسات الطردية، والساعة 12 و28 دقيقة في المصارعة محمد جبر والصربي ميهائيل كاجايا هيكون عنده منافسات في وزن 97 كيلو. 12 و42 دقيقة ظهرا المصارعة بالنسبة للاعبة والبطلة ندى مدني مع الصينية فينج زيكي على وزن 50 كيلو جرام. كمان الساعة 12 و56 دقيقة ظهرا في المصارعة محمود عبد الرحمن هيكون عنده منافسة مع الأوزباكي أرام فاردنيان في وزن 77 كيلو. والساعة 12:50 دقيقة ظهرا في ألعاب القوى مصطفى عبد الخالق هيكون عنده منافسات في تصفيات رمي الرمح، والساعة 8:30 مساء في السباحة التوقيعية منافسات الفرق الروتين الحر. وبرضه من ضمن تغطيتنا لأولمبياد باريس كان لنا لقاء خاص جدا مع نيوزيلندي هايدن وايلد صاحب فضية الترايثلون في الأولمبياد، فتعالوا نشوف قال إيه بعد ما حصل على فضية الأولمبياد ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. هايدن مباراة يوم صعب اليوم ولكنها ليست نهاية العالم، هل حدثتني عما حدث؟ الحقيقة كانت البداية غير جيدة، أربعة متسابقين بدأوا بشكل خاطئ وكان هناك الكثير من الصافرات، أنا كنت متوقف في المياه منتظر أن أبدأ السباحة وفجأة بدأت السباحة ولم أكن في وضع جيد، واستطعت أن أصل إلى المجموعة في آخر كيلومتر من سباق الدرجات، ولكن للأسف دخلت في اصطدام ووقعت، وهذا شيء مؤسف تماما. أنا من وقعت وأخذت معي اللاعب الفرنسي وهذا كان كابوس، وتحديدا ما حدث هو أنني كنت في المنعطف وأتى أحدهم أمامي وأخذ طريقي وحاولت أن أتسارع ولكن للأسف وقعت على الأرض، رجعت على الدراجة ومسحت وجهي واستطعت أن أجري، الأدرينالين كان مرتفع وكنت مجهد ولم أجري بالطريقة السليمة. الحقيقة أنني حاولت أن أعمل ما في جهدي. هل أنت جاي؟ أنت بخير؟ أنا بخير، استطعت أن أجري واليوم أبقى لكي أقاتل في يوم آخر. هل وجدت نهاية؟ كيف وجدت نهاية السباق؟ الأمور كانت صعبة جدا ولكن تهانينا للفائزين. هل النهاية التي تحكم بالكاميرا والتي حدثت في 100 متر عدو بالأمس، هل سنعود إلى الكاميرا في كل مرة؟ هل هذه ستكون مشكلة في المستقبل؟ هل نغير القوانين؟ ماذا يحدث؟ من الصعب أن تقول ذلك، ولكن في نهاية الأمر لابد أن يكون هناك تواجد للكاميرات، لأن الكاميرا لا تكذب أبدا، لا يمكن أن تكذب الكاميرا، والحقيقة أنها كانت
سباق صعب، وأتمنى أن يكون القرار جيد والخاسر عليه أن يستمر، لا مشكلة أبدا. شكرا جزيلا أيها البطل. كمان كان لنا لقاء مع أسرة مورغان بيرسون لاعب منتخب أمريكا الحاصل على فضية التراثلون، فتعالوا نتابع مع بعض الإيه ونرجع تاني. تهانينا لمورغان، عائلة مورغان كلها موجودة هنا من الولايات المتحدة، من ولاية كولورادو. الظروف مختلفة هنا، ولكن فريق الولايات المتحدة أحدث مفاجأة. حدثوني عن تلك المفاجأة وما شعوركم. تهانينا لفريق الولايات المتحدة، أدوا عملا طيبا، نحن فخورين بكل واحد فيهم. وعندما رأيت مورغان ذرفت الدمع من السعادة. كنا نعرف أنهم يتميزون بالصلابة، ونعرف أن هذا السباق سباق صعب في وجود فرنسا وألمانيا وإنجلترا، ولكننا كنا نعرف أن فريق الولايات المتحدة قوي أيضا. أختي عمت مورغان، كنا نعرف أنهم واثقون من أنفسهم، ونعرف أنهم جيدين جدا، وما فعلوه شيء يدعو للفخر دائما، وهو كان شيء مدهش. أهنئ فريق الولايات المتحدة بعد الإخفاق في طوكيو. أنا متحمس جدا لهذا الفوز، وباركر أخي سيتحدث. تحياتي للاعبين الأمريكيين، والحقيقة عندما أنهوا خط النهاية الأمور كانت رائعة جدا، والحقيقة هذه النهاية الدرامية جعلتنا نحتفل بشكل أكبر. نحن هنا كعائلة ونحن مستمتعون ونحن فخورين جدا. لم نشاهد مثل هذه النهاية في سباق الترايثلون من قبل، شاهدناها بالأمس أيضا في سباق المائة متر عدو. ماذا كان شعوركم في خط النهاية؟ كان شعورا صعبا. وجدنا هذا السباق 10 ثواني كان رائعا وقويا، أما هذا السباق فهو أطول. وأن ترى 3 متسابقين يدخلون في وقت واحد، إلا أن مورغان الحقيقة كان قد بذل جهدا كبيرا. ولكننا فخورين جدا أن فريق الولايات المتحدة أدى بهذه الطريقة. الكل دخل في وقت واحد وعادوا إلى الفوتو فينش. نعم نعم، هذا صحيح. الحقيقة أنه لا يريد أن يعود إلى نيو جيرسي، هو يحب التدريب في المرتفعات ويعيش مع صديقته التي تدعمه بشكل كبير، وهي عدت ماراثون قوية جدا. والحقيقة أنا سعيدة جدا بأن يكون لدي رياضيين بهذا المستوى. نحن فخورين به وممتنون لهذا المستوى الذي يقدمه، ونحن سنستمر في دعمه. علينا أن نحتفل مع مورغان أولا، لأنه كان يستعد ولم نشاهده ولن تقابل معه. نريد أن نستمتع بوقتنا معه، نحن هنا لهذا السبب. نحن نحب فريق الولايات المتحدة، ونحن هنا من أجل مورغان. ما حدث شيء رائع جدا أن نراه وهو مبتسم، هذا شيء رائع، لأن السباق الفردي لم يكن على المستوى الذي كنا نريده. علينا أن نستمر في تشجيع الولايات المتحدة، الخبرة رائعة جدا، ربما سنحتفل معه كثيرا. نعم، فكرة جيدة، شكرا جزيلا. كمان كان عندنا لقاء مع المشجعين المصريين المتواجدين في الوقت الحالي في باريس، اتكلمنا معاهم عن مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، فتعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. احنا جينا امبارح عشان نحضر ال 100 متر سباق ال 100 متر رجال في الاثليتكس، والحقيقة الايفنت كان مرعب. الناس كلها شافت الفوتو فينش في الاخر، فرق 5 من 1000 في الثانية، حاجة رقم كده ما يتحسبش أصلا. والسباق كان حلو جدا، البلد الأجواء فيها تحفة يعني الحقيقة. يعني زي ما بيقولوا كده، الأولمبيات مجتاحة المكان كله، والدنيا لطيفة جدا هنا. احنا الحاجات اللي بصراحة اللي عجباني جدا في الإيفنت، أنا أول مرة أحضر أثليتكس امبارح، إن التنظيم بتاع الايفنت نفسه. يعني احنا رايحين عشان سباق ال 100 متر، بس انا لقيت نفسي مندمج جدا في الوثب العالي ورمي المطرقه، شويه حاجات عمري تخيلت ان انا هبقى مهتم بيها. بس فكان ايفنت جميل، ان شاء الله النهارده مصر تقفل السفريه على خير. يعني
والله هقول لك حاجه، المنتخب ده تحديدا مش حاسس ان الفروقات الفنيه قويه للدرجه دي. هم على مدار البطوله ما لعبوش كوره كويسه، يعني ماتش امريكا اللي كسبوه 3-0 ما كانوش يستاهلوا يكسبوا 3-0. ماتش الارجنتين اتخطف بجون من كورنر، انا حاسس ان احنا مقنعين اكتر. ممكن ده يكون خيال بقى مننا وطموح زياده، بس ابراهيم عادل احسن من اوليس صراحه. يعني انا حاسس ان التشكيل اللي ابتدينا بيه البطوله ده التشكيل المثالي مع الفرقه. يعني من الحاجات اللي تعبتنا شويه الماتش اللي فات ان كوكا لعب باك شمال على الدبيس بدل ما يلعب في نص الملعب، فلو يرجع بالتشكيل الاساسي ومحمود صابر يبقى بيجي من الدكه زي ما عمل، يعني دايما المفروض يعمل، ان هو بقاله شويه غايب عن المنتخب عشان الايقاف وكده، فيلعب على كده. وهو زي ما ياسين قال احنا فرقتنا بتلعب كوره، فلما بتلعب فرقه بتلعب كوره عاده مستوانا بشكله احسن، فهو ده الامل. وطبعا ده تفاؤل مصري يعني بحت، بس هم فعلا فرنسا مش مقنعين واحنا كنا مقنعين. احنا مستوانا بيتحسن ماتش عن ماتش، بس احنا لعبناهم في نهائي افريقيا ولعبناهم ناقصين لعيب 80 دقيقه تقريبا 90 دقيقه وخسرنا بالعافيه، ففي امل. فهو النهائيات يعني ما تبص اي حاجه ممكن تحصل، بس احنا لعبناهم على ارضهم في نهائي افريقيا وكنا الند، فلو وصلنا ان شاء الله يبقى في فرصه. يعني هي بصراحه الاولمبياد كلها زي ما بيقولوا كده بيك هيومن بيرفورمانس، اللي هو اعلى مستوى اداء للجسم البشري، والناس بتعمل حاجات انت ما تتخيلش انها ممكن تتعمل. يعني زي سيمون بايلز مثلا في الجمباز، حاجه ورا العقل والخيال، ما ينفعش ان احنا نتخيل ان احنا بنعمل الحاجات دي. العاب القوى طبعا جميله، والسنه دي حاسس ان الناس حبت الشيش لسبب ما، وناس كتير اتفرجت عليها. الولد محمد السيد يعني ربنا يبارك له ادانا ميداليه، رغم كان المفروض ناخد واحده ثانيه وما خدناهاش ميداليه ثانيه. وانا الرياضي اللي مستنيه كنت لسه بقول لك منذ في القفز بالزانه، لان ده رياضي خزعبلي يعني بيكسر رقم قياسي بتاع نفسه كل مره مرتين ثلاثه، وده اللي انا مستنيه دلوقتي. انا اعتقد الرياضه دخلت خدت اتجاه علمي خلاص، يعني هو الرياضه بقت علم اكتر مما هي بقت مجهود وتدريبات، وبقى في تغذيه مثاليه، في حتى الاحذيه اللي بيلبسوها الرياضيين بقت اوبتمايزد وجاهزه جدا للمنافسه، بيتدربوا صح بالاوزان كل حاجه. فالموضوع دخل في العلم اكتر مما هو بقى انا هتدرب اكتر فهكسب. انا رايي ده جزء كبير قوي من الموضوع. طبعا التنافسيه بتجيب تنافسيه، يعني هو يعني لو كان لما السباق يكون قريب زي ال 100 متر امبارح كله بيطلع من مستوى، يعني هو زي ما انت قلت هو كلهم كانوا تحت العشرة، بس هو خمسة من الثمانية عاملين بيرسونال بيست او سيزن بيست او يعني، فهو برضو كله كسر ارقامه الشخصية، فده برضو جزء تاني من الموضوع. يعني هو التنافس بيجيب تنافس. بيتهيألي ان كل الارقام القياسية معمولة عشان تتكسر، والجسم البشري مفيش حدود هو ممكن يوصل لايه بالعلم وبالتدريب وبجزء برضو تطور. اعتقد اصعب رقم من وجهة نظري ان هو يتكسر في 10 15 20 30 سنة الجايين هو رقم اوسين بولت 9.58 في 100 متر. يعني احنا شفنا امبارح الناس دي بتنافس بعض وبتحفز بعض، وهم احسن ناس موجودين دلوقتي 9.79، الفرق 21 جزء من الثانية، ده فرق كبير جدا في 100 متر، مش حاسس ان احنا قريبين منه خالص. لا اعتقد بتتحقق. انا مش خبير في الغطس والجمباز طبعا، بس انا يعني تابعت سيمون بايلز جامد، فانا عارف ان في الجمباز مثلا في الحركات بتتعمل، يعني بياخدوا درجات على الكومبلكسيتي او صعوبه الحركه، ففي حركات زمان معموله باسامي لعيبه اوكرانيه وروسيه زمان، في سته باسم سيمون بايلز يعني هي عامله ست حركات جديده، فما فيش يعني مش هتبقى وقت بس، فهو هتبقى درجة اللفة وطريقة اللفة وعدد اللفات، فلا شايف ان ده هيتكسب برضه عادي. اكيد كل التوفيق بنتمناه لكل اللعيبه وكل الابطال اللي بيشاركوا باسم مصر في اولمبياد باريس 2024، وان شاء الله بالنسبه بقى لمنتخبنا الوطني الاولمبي لكره القدم بنتمنى له في اللي جاي باذن الله يعني ان هو يقدر يحقق انتصار على المنتخب المغربي الشقيق، ونقدر ان احنا نحصل على ميداليه برونزيه اولمبيه. اكيد نفس الكلام بالنسبه لكل الالعاب الفرديه والجماعيه. نروح بقى لمهرجان مدينه العالمين الجديدة في النسخة الثانية واللي وصلنا فيها للأسبوع الخامس،
هو طبعا يعني في أجمل صورة في الوقت الحالي. النهاردة أنا حابة أتكلم بشكل أكتر عن جدول عرض المسرحيات اللي هيكون في شهر أغسطس الحالي. كشف مهرجان العالمين في نسخته الثانية عن جدول مواعيد عرض المسرحيات اللي هتكون ضمن فعاليات المهرجان على مدار شهر أغسطس الجاري، واللي بيوصل عددها لتسع مسرحيات. انطلقت العروض يوم الخميس يوم 1 أغسطس الجاري بمسرحية اسمها الشهرة للمخرج خالد جلال، واللي استمرت لمدة 3 ليالي على مسرح يو، وهتتعرض كمان 8 مسرحيات تانيين زي ما قلت لحضراتكم، هما 9 خلال ال4 أسابيع القادمين ضمن مهرجان العالمين الجديدة. خلينا نقول لحضراتكم أسامي وأوقات المسرحيات. الأسبوع الأول هتتعرض مسرحية السندباد في الفترة من 8 ل 10 أغسطس على مسرح يو، وبتتعرض بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وبتجمع في بطولتها مجموعة من أبرز وأهم النجوم: كريم عبد العزيز، نيلي كريم، بيومي فؤاد. يعني هتبتدي من يوم الخميس القادم يوم 8 أغسطس. كمان هتتعرض مسرحية فيلم رومانسي يوم 8 أغسطس في نورث سكوير مول. وفي الأسبوع الثاني بقى هتتعرض مسرحية التلفزيون، هتكون من بطولة حسن الرداد وأمي سمير غانم، ومن يوم 15 ليوم 17 أغسطس هيكون على مسرح، أو هتكون المسرحية دي على مسرح يو بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه. كمان هتتعرض مسرحية الستات عايزة إيه، تكون يوم الخميس 15 أغسطس نورث سكوير إن شاء الله. وفي الأسبوع الثالث برضه هتتعرض مسرحية اسمها البنك سرقوه، هتكون بتتعرد من يوم الخميس 22 أغسطس لغاية يوم 24 أغسطس، وهي من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، وبالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه. كمان هتتعرض مسرحية حدوتة بعد النوم يوم الخميس يوم 22 أغسطس في نورث سكوير مول. وكمان هتتعرض مسرحية دكان أحلام على مدار أيام 23 و 24 أغسطس على المسرح الروماني في المدينة التراثية. وأخيرا في الأسبوع الأخير هتتعرض مسرحية بولاق روج يوم الخميس يوم 30 أغسطس في نورث سكوير مول. مجموعة كبيرة أكيد من المسرحيات هيتم عرضها في مهرجان مدينة العالمين الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري، ومجموعة كبيرة كمان من النجوم المحببين بالنسبة للجمهور المصري زي كريم عبد العزيز، أمي سمير غانم، نيلي كريم، أشرف عبد الباقي، ده غير كمان مجموعة كبيرة من النجوم الشباب. يوم بعد يوم أكيد بيكون في ردود أفعال الزوار مختلفة في مدينة العالمين مع تنوع الفقرات الخاصة بالمهرجان. كان لنا لقاء مع بعض الأسر في المدينة، فخلونا نروح ونشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. مشاهدينا ما زلنا مستمرين في تخطيط مهرجان العالمين الجديده، وطبعا اجواء مهمه جدا من داخل العالمين الجديده، ولكن في بعض الناس بتكون شويه عندها قلق من ادخل العالمين ازاي، طب الدخول صعب ولا سهل، طب الاجواء جوه عامله ازاي، طب لازم اكون من فئه معينه عشان اقدر ان انا اكون متواجد في العالمين الجديده. فانا بصراحه عشان ارد على السؤال ده حبيت ان ادخل فجاه كده على اسره، يعني طبعا دخلت عليكم اقتحمت القعده شويه، قاعدين والجو حلو والدنيا حلوه والبحر والهواء الجميل. ولكن كلمني عن وجودك في العالمين النهارده، اول يوم تيجي فيه ولا معتاد تيجي على العالمين؟ اول يوم اجي فيه صراحه، واتبهرت بالمكان، ما كنتش متوقع ان يحصل الطفره الجميله دي كده، ملاعب وانشات وممشى ومول وشواطئ جديده. جيت وانت داخل والدنيا صعبه والناس بتقول لك انت داخل ازاي ورقم كام وكده ولا لا؟ لا 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 مفيش اي كلام ده كده، دخلنا عادي ودخلنا الشط ولقينا الحجز بتاعنا تمام والناس مستقبلين من اول البوابه لغايه الشاطئ. الواحد ما كانش يتخيل مصر يحصل فيها كده الطفره ديت، وصلنا تقدم الحمد لله، يعني دلوقتي انت بتبص كانك في دبي. والله فعلا احنا محتاجين ان احنا ندخل نعمل كل الحاجات ديت، بس المشكله ان احنا مرتبطين بوقت رحله، فالوقت معانا ما يسمحش، بس احنا ناويينها باذن الله، يعني ما تطلع حاجه تاني نيجي نجرب كل الكلام ده كله، لان المكان جميل وبجد حلو، يعني الواحد كان متوقع ان هو بيشوفها في التلفزيون، لا لما بيشوف الحاجه على الحقيقه بتفرق معانا كتير. كلمنا على الاجواء واستمتاعك بالعالمين الجديده. والله العالمين الجديده كويسه و فيها حفلات وفيها العاب، وما شاء الله يعني الوقت كله بتقضيه فيها، ما تحتاجش تروح حته تانية. لا لا الطريق سهل جدا والدنيا كويسه جدا والدخول في مجاني وكل حاجه كويسه. فكرت والمشاركه عاديه خالص، وبتخش تشارك والاطفال معايا بتشارك في كل الالعاب.
انت لازم تجرب البدل حلوه جدا باذن الله. تعرف تلعب بدل ولا لا؟ باذن الله ان شاء الله هجرب لسه. لازم تجرب البدل ليه بقى؟ لان هي كانت لعبه الراكت زمان تقريبا. باذن الله باذن الله هجرب ان شاء الله. لا هو المكان ما شاء الله جميل ومنظم والنظافه كويسه والالعاب الاطفال اتبسطوا هنا جدا، في العاب مجانيه بيلعبوها، فلا المكان جميل جدا. كنا عايزين نشارك في نبته، يعني احنا كنا جايين عايزين نشارك في نبته، فربنا ييسر ان شاء الله، لاني عارفه ان هي 16/8 ان شاء الله. لا يعني بحب الالعاب، لو هي مناسبه للسن الكبير بحب الالعاب. يعني مبسوطه ان انت في العالمين الجديده ولا؟ مبسوطه. طب يعني نفسك تعملي هنا ايه؟ الحاجات اللي عايز تعمليها؟ عايز العبهم كلهم. تحب الكوره صح؟ بتحب الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. الاهلي. مين اكتر لعيب بتحبه في الاهلي؟ الشناوي. الشناوي؟ ده انت شكلك جول كيبر وطويل. بتلعب كرة اصلا ولا؟ بلع. بتلعب كرة فين؟ في نادي اولمبيا. نادي اولمبيا. ما شاء الله هنا يعني الحتة دي اتحولت تماما، انا يعني الحمد لله باجي الساحل من زمان، كانت دي صحراء. اطفالي هنا بيعشقوا التواجد في المكان واللعب، سواء الصبح والاكتيفيتيز اللي بتبقى موجوده وسواء بالليل، واديك شايف الجو ما شاء الله يعني حاجه تحفه. هل كان عندك صعوبات في ان انت تيجي تلعب باسكت بول؟ حضرتك لا اصل والله في مواعيد وما ينفعش تلعب دلوقتي. لا خالص والله، في ملاعب لكل حاجه وكل الناس مستمتعه الحمد لله. لا كله تمام في الموضوع. اهم من كل الكلام ده، بتعرف تلعب باسكت ولا بالحب؟ اهو انا بقى يعني بدرب اولادي. حضرتك عايزك على حاجه، انا بعد ما نخلص الكلام معاك وهنجرب ونشوف هتعمل ايه. تبقى عارف يعني. حبيبي. شايفكم مستمتعين ومبسوطين، قول لي بقى انت بتحب الباسكت بول ولا؟ طب بتحب ايه تاني جنب الباسكت بول؟ كل حاجه. قولي لي مبسوطه قد ايه انت في العالمين؟ مبسوطه قوي قوي قوي. ايوه عشان فيها حاجات كتير حلوه وجميله وكلها حاجات حلوه خالص. انت بتيجي هنا عشان تعملي ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ اللعب المراجيح اللي معموله هنا. والحاجات بتاعت التسلق. ايوه انت بتعرفي تتسلقي بجد؟ عارفه الجمباز ولا؟ عارفه. انت بتلعب جمباز؟ بتلعب جمباز اصلا؟ طب احنا لازم نشوف الحركه دلوقتي، اعملي اي حركه جمباز دلوقتي. وريني حركه جمباز دلوقتي، اعملي اي حاجه. اعملي حركه. يلا وريني يا اسيا، اعملي حركه. انا مش هكمل غير لما تعملي حركه. يلا. حاسبه. ايوه هو كله يوسع. يلا. الله عليك، سقفه بقى، كله يسقف لها بقى. لا تعالي بقى تعالي. اسمك ايه بقى؟ اسيا. اسيا ده انت اسمك جميل وشكلك جميل وبتعملي حركات حلوه كمان، ايه الحلاوه دي؟ شكرا. بقالك قد ايه بتلعبي جمباز؟ اديلي سنه او سنتين مش عارفه كتير. انت مبسوطه هنا في العالمين ومبسوطه من الجو ولا؟ مبسوطه قوي؟ قوي. طب تحبي تقولي بقى لبابا عشان جابكوا هنا بقى؟ ايه؟ تحبي تقولي له عشان جابكوا؟ شكرا جدا جدا. طيب ايه تاني ناقصك هنا؟ يعني باللي احنا شايفينه ده كله ايه اللي ناقصك؟ هو بجد مفيش حاجه ناقصه، يعني هو المكان حتى السنه اللي فاتت ما كانش فيه البادل والفوتبول كورت وكل ده كانش موجود، هو بجد عملوه السنه دي. يعني كان ممكن السنه اللي فاتت اقول لك مثلا بادل كده، بس السنه دي صراحه عملوا كل حاجه. الحقيقه ان مدينه العالمين في حد ذاتها فهي انجاز واعجاز، في 6 سنين بس تقدر تحول حقل الغام لمدينه احلام زي اللي احنا شايفينها دي. اكيد تحيه لكل ايد بنت في مدينة العالمين. نطلع سريعا مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وهنكمل بقية فقرتنا هنا في صباح اون تايم، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا هنا في صباح اون تايم. والحقيقة إن الشهر اللي فات في شهر يوليو في بداية الشهر كان في خبر أحزننا ووجع قلبنا على واحد من أهم اللعيبة اللي كانوا في منتخبنا الوطني الأول، وكان لاعب لنادي مودرن فيوتشر، والحقيقة هو كان أخ وكان ابن لينا كلنا. خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت، والكل وقتها اتكلم احنا عايزين نعرف إيه اللي حصل ومحتاجين يكون في تحقيق. والحقيقة برضو إن امبارح بالليل في خبر أثلج صدور المصريين كلهم، إن بالفعل سيادة الرئيس بنفسه اهتم بهذا الموضوع. ففي إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة،
فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه بالآتي: إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن. يعني هو ده المعتاد عليه أكيد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله بإذن الله أكيد يعني كلنا عندنا إيمان وعندنا ثقة كبيرة جدا 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 في شفافية ما سيحدث في هذا الأمر. كمان امبارح برضو في إطار منافسات دوري النايل اللي لسه برضو لحد دلوقتي ولسه هتكون طبعا مستمرة لغاية يوم تقريبا 18 أغسطس الجاري، هنتكلم عن مؤجلات الجولة الـ 22. نادي الزمالك امبارح حقق مكسب كبير جدا ومستحق أكيد على نادي أمبي، وكانت النتيجة 4-2 في ليلة تألق فيها الثنائي ناصر منسي ويوسف أوباما، واللي سجل كل واحد فيهم هدفين. سجل ناصر منسي في أول ربع ساعة في الدقيقة 7 وبعد كده في الدقيقة 14، وسجل يوسف أوباما بعد كده في الشوط الثاني في الدقائق 60 و63، وسجل المهاجم أحمد أمين أوفا الهدف الأول بالنسبة لفريق أنبي في الدقيقة 66، وبعد كده سجل محمد النحاس في الوقت بدل الضايع من المباراة، وطبعا ده يعني بيعتبر فوز معنوي مهم جدا جدا بالنسبة لنادي الزمالك، رفع بنادي الزمالك رصيده للنقطة 52 من 31 مباراة، لسه متبقي له 3 مباريات، أصبح خلاص في المركز الثالث، عارفين إن هو لسه كمان هيتخصم منه 3 نقط في نهاية الموسم الحالي. في المقابل توقف رصيد نادي أمبي عند النقطة 43 في المركز التاسع من 42 مباراة، لسه متبقي له 3 مباريات. والحقيقة مع نهاية دوري النايل احنا خلاص قربنا على مشهد الختام، واضح جدا ان في تفوق كبير بالنسبة للعيبة الاجانب في المسابقة، وان معظمهم صنع الفارق وبشكل كبير جدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز او دوري النايل مع انديتهم. يعني لو بصينا لكل نادي فغالبا هتلاقي ان الهداف بتاعه او نجم الفريق هو لاعب اجنبي، يعني قائمة هدافين الدوري المصري الممتاز على رأسها النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي اللي سجل حتى الآن 18 هدف، جاي وراه الكونغولي باسم مايلي مهاجم بيراميدز اللي معاه 14 هدف، كمان بعديهم الأنجولي جوما بولولو مهاجم الاتحاد السكندري واللي سجل حتى الآن 11 هدف، وبعديهم النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا وسجل هو كمان 11 هدف حتى الآن، وتوجولي ياو نور اللي مسجل نفس عدد الأهداف 11 هدف، ده غير كمان تألق بيرسي تاو وسيف الدين الجزيري حمزة المثلوثي أحمد القندوسي، كلهم أكيد لعيبة محترفين في دوري النايل أثبتوا نجاح كبير جدا وإضافة كبيرة للمسابقة. فتعالوا نقرب أكتر من المشهد ونشوف التقرير ده عن تألق اللعيبة الأجانب في دوري النايل، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية النسخة 65 من بطولة دوري نايل، والتي اقتربت من النادي الأهلي بشكل كبير للمرة 44 في تاريخه في لقاء سموحة يوم الخميس المقبل. فلم يعد يحتاج المارد الأحمر غير نقطة وحيدة أمام سموحة لإعلان بقاء درع الدوري بشكل رسمي في الجزيرة للعام الثاني على التوالي. ولكن قبل ذلك شهدت النسخة الحالية توهج معتاد للمحترفين الأجانب، خصوصا على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري، والذي عرف تتويج الأنغولي مابولولو نجم الاتحاد باللقب في آخر نسخة ليكون الأجنبي التاسع الذي يحصد لقب هداف الدوري عبر تاريخه. ولكن في الموسم الحالي يبدو أن نجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي كان له رأي آخر، حيث نجح في فرض نفسه بقوة على الرغم من كونه لم يبدأ الموسم وانضم للأهلي في يناير، إلا أنه سجل حتى الآن 18 هدفا خلال 18 مباراة، آخرهم هاتريك في شباك المقاولون العرب والذي يعد الأول له مع القلعة الحمراء.
ويبدو أن الدولي الفلسطيني عازم لأن يكون الأجنبي العاشر الذي يتوج بلقب هداف الدوري، والأول مع الأهلي منذ المغربي وليد أزارو ب18 هدفا في موسم 2017-2018، إلا أن وسام أبو علي قادر على تخطي هذا الرقم في ظل امتلاكه 5 مباريات أخرى مع الأهلي حتى نهاية النسخة 65 من دوري نايل. ووسط هذه المنافسة القوية، ورغم أن فريقه يواجه خطر الهبوط من الدوري، إلا أن حسام أشرف نجم بلدية المحلة نجح في فرض نفسه بقوة في الموسم الحالي، مسجلا حتى الآن 14 هدفا، ولا يزال لديه مباراتين مع فريقه لزيادة رصيده التهديفي في المسابقة المحلية. الكونغولي فاستون مايلي نجم بيراميدز والذي تألق بشكل لافت في موسمه الأول في دوري نايل حيث سجل 14 هدفاً وظل متصدراً لجدول الهدافين لفترة طويلة حتى جاء نجم الأهلي ليقول كلمته في النهاية، إلا أن اللاعب الكونغولي لديه مباراتين إذا ما كان له رأي آخر. تألق كبير للمحترفين الأجانب وعلى رأسهم الثلاثي الأنغولي مابولولو نجم الاتحاد السكندري والذي يواصل تألقه وسجل 11 هدفا حتى الآن، والتوغولي ياو النور والنيجيري صديق أوغولا ثنائي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والذان سجلا 11 هدفا أيضا. ينافسهم نجم زد اف سي مصطفى زيكو بالرصيد نفسه وحسام حسن لاعب سموحة ب11 هدفا وغيرهم، وسط تألق كبير للمحترفين الأجانب في دورينا على صدارة جدول هدافي المسابقة المحلية. تابعنا مع حضراتكم هدافين الدوري المصري الممتاز حتى الآن دوري نايل، وطبعا زي ما تابعتوا بتصوير ترتيبهم أكيد نجم النادي الأهلي لاعب الفلسطيني وسام أبو علي اللي في 18 مباراة قدر أنه هو يسجل 18 هدف، واضح جدا أن النادي الأهلي خلاص وجد ضلته في هذا اللعب. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهاردة كابتن محمد اليماني لاعب منتخبنا الوطني السابق. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا المميز اكيد النهارده كابتن محمد اليماني نجم منتخبنا الوطني السابق. يا صباح الفل عليك يا كابتن، منورنا كالعاده في صباح اون تايم. صباح الفل يا شيما، اكيد منورنا وسعيده جدا بوجودك معنا، واكيد عندنا كلام كتير جدا النهارده فيما يخص المنتخب المصري الاولمبي ومشاركته في باريس 2024. للاسف ما قدرناش امبارح ان احنا يعني نحقق فوز على منتخب فرنسا ونوصل لنتيجه ابعد من كده، برغم ان احنا كلنا كان عندنا امال كتيره جدا وكبيره جدا ان احنا نكمل وكنا طمعانين في ميداليه فضه او ذهب، ولكن للاسف ما قدرناش ان احنا نعمل كده برغم الاداء الرجولي من لعيبه المنتخب الوطني الاولمبي، لكن برضو لسه زي ما بنقول عندنا فرصه اخرى ان احنا نلعب على ميداليه برونزيه قصاد برضو منتخب قوي جدا، منتخب شقيق هو المنتخب المغربي يوم الخميس القادم ان شاء الله. كل التوفيق بنتمناه لمنتخبنا الاولمبي. خليني اسالك عن وجهه نظرك ورايك في المباراه فنيا امبارح، شفتها ازاي وايه اسباب الخساره امبارح بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي؟ بصي، اولا الجيل ده جيل محترم، لان هو ادانا حافز وادانا شكل كويس قوي للكوره عموما، واحنا اصلا بعيد قوي الفتره دي، يعني عموما بعيد جدا. بس انا عايز اكلمك في نقطه، بس يعني الناس كلها بتتكلم ان المستوى الاداء البدني هو اللي عمل التراجع ده، ماشي انا متفق معاكي، بس البدايه منين؟ البدايه منين؟ مش من المنتخبات، يعني من اللعيبه اصلا. البدايه من هنا، من الدوري بتاعك الدوري المصري اللي لسه ما انتهاش لغايه دلوقتي، لسه ما خلصش يا جماعه. طب اللعيبه دي هتستريح امتى؟ في لعيبه. كابتن يماني انا عايز اسالك على حاجه، لان الناس امبارح اختلفت في رايها على الموضوع ده. في ناس رجعت ان احنا في الفورم وان احنا كويسين وان احنا ماشيين كويس من بدايه البطوله دي، لان احنا لسه لعبتنا بيلعبوا في الدوري المحلي وهو لسه شغال. وبعد الاجهاد طبعا اللي احنا شفناه خلال اللقاء ده، شفنا ناس ثانيه بتقول لا احنا عندنا اجهاد بدني، وده بسبب ان لسه البطوله والمسابقه مستمره حتى الان، ولسه هتخلص اصلا يعني مع نهايه شهر اغسطس الحالي. فخليني اسالك، يعني ليه في تضارب كده في الاراء؟ ما مش تضارب، احنا بنتكلم في الصح. بص، مقارنه بالمنتخبات الثانيه، الناس كلها مخلصه امتى؟ في شهر 5 كله مخلص دوري، انت لسه بتلعبي دوري لسه ما خلصتوش. ده اكيد في اجهاد، وفي 8 لعيبه بيلعبوا في فرقهم اساسي في الـ في الـ في التيم اللي بيلعب في المنتخب الاولمبي. طب ما طبيعي يا جماعه، سيبك من البدايات، البدايات كلها بتبقى ايه؟
واحده 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 واحده. بس لما تلعبي مثلا مباراه قويه او بتحملي صح، بتعرفي فين البدن بتاعك شغال صح ولا غلط. احنا امبارح شفناها يعني الشوط الثاني، انا استغربت الشوط الاولاني 10 على 10 انت ندي المنتخب الفرنسي صح. اقوى منتخب في البطوله ومن اسرع لعيبه بصي منتخب متكامل صحيح. الشوط الاول منتخب كمان الفرنسي الاولمبي في الاولمبيات الحاليه ما تعادلش مع اي منتخب خلال المنافسات الا مع المنتخب المصري بالزبط. فده معناه انه اكيد احنا امبارح كنا ند قوي جدا، امبارح عملنا مباراه هايله ولكن يعني لم نكن موفقين. الشوط الاولاني بصراحه انا خدت عامل قلت المنتخب بتاعنا هيعمل ميداليه ذهبيه، اداء حلو قوي ولعيبه رجاله بعيدا بصي يعني عن الثغرات اللي كنا بنشوفها ان واحده هي سيبك ان واحده هي خالص، اللعيبه كلها بتلعب منظمه في الملعب صح. شكلك حلو، بتهاجمي، بتدافعي، واقفه كويس في الملعب. بصي بدايه من اول ماتش في البطوله لغايه ماتش فرنسا وصلتي لاحسن حاجه صح. مش كانت احسن بدايه في الاول بعد كده بداتي كويس، بعد كده اسبانيا، بعد كده بقى عندك ثقه في نفسك، اللعيبه كلها الروح ابراهيم عادل محمود اللعيبه كلها بقت كويسه في الملعب يعني اللعيبه حتى اللعيبه اللي اتصابت وخرجت مثلا احمد عيد ما كانوش هيلعب ادى اللي هو كان مطلوب منه، كريم الديبيسي نزل الدنيا كانت كويسه، فيصل في الملعب، ابراهيم عادل الموضوع جميل في الملعب، لعيبه كويسه وبقى اسمها يتسمع وفي انديه تتكلم عنها صحيح بالظبط. فانك تلعب المنتخب الفرنسي الشوط الاولاني بالمنظر ده لا شابوه والله. انا الشوط الثاني بس استغربت من البدايه لما لقيت الشوط الثاني هم ضاغطيننا من فوق واحنا واقفين، جبت هدف بعد كده قلت خلاص هيبقى في كوره احلى من كده، لقيتهم ضاغطونا اكتر. طب في يا جماعه لقيت المعدل البدني بقى ينزل، بدا يبان المعدل البدني صحيح. هنا اللعيبه بس اللعيبه عايزه تعمل كل حاجه وشايفها في عيون اللعيبه، واللعيبه مش قادره وبتدوس على نفسها، سواء مثلا اسامه فيصل بيدوس على نفسه قوي، ابراهيم عادل كان بيساعد، الشحات كان بيساعد، المدافعين بس برضو عندنا برضو مشكله في المدافعين مش عايز احملهم المباراه او الاخطاء، بس في اخطاء دفاعيه بس ما كانتش باينه في المجمل في الاول، بس بتبان لما يجي مثلا يجي فيك هدف جمله مثلا ثرو باس بتاع من نص اللعيبه بيبان هنا البطء بتاع المدافعين، مثلا قله خبرات خلت المدافع ياخد كارت احمر صحيح. انت ليه في الاول مثلا بتتكلم مع الحكم في حاجه مالهاش اي لازمه صحيح. اخدت انذار مالهاش اي لازمه، بعديها عملت فاول روح طالع بره، طب احنا كنا عايزينك معانا في الملعب اكيد، بس هي قصه كده صحيح. اكيد طبعا مزيد من الخبرات هيكتسبوها اللعيبه دول مع مرور الوقت، وكمان الشيء بقى اللي بيدعو للتفاؤل بشكل كبير جدا ان اللعيبه دي هم نوال المنتخب الوطني الاول فيما هو قادم ان شاء الله. فانت برضو جات لك حاله من التفاؤل الكبيره جدا ان احنا ان شاء الله عندنا يعني بكره احسن في كره القدم المصريه اكيد ان شاء الله باذن الله. طيب من اكتر اللعيبه اللي لفتت نظرك خلال المنافسات في الاولمبياد مين؟ في كذا حد في المنتخب بتاعنا كتير قوي بصراحه. بصراحه لا هم رجاله، بس ابراهيم عادل طبعا، ابراهيم عادل يعني من بدري كمان ارتبط اسمه بالاحتراف في برشلونه، اخبار كتير جدا على فكره ابراهيم عادل من زمان الايام اللي فاتت دي كمان. بص ابراهيم عادل من زمان اصلا في وكلاء في بلجيكا متابعينه وكانوا مكلمين عليه والله، وهو في بيراميدز اساسا تمام، بس هو في البطوله دي بان اكتر تمام. محمود صابر كمان، محمود صابر هايل، بس محمود صابر في الماتش اللي قبليه ضيع انفراد غريب، لعيب كويس قوي على فكره. حمزه علاء بزعل طبعا لازم في جون حلو قوي جدا جدا جدا. اسامه فيصل، اسامه فيصل لعيب كويس قوي بس محتاج يتوجه شويه، بس عنده اللي هي ايه عندي دي اللي هو اعدي من ده بعدي، بس محتاج يفنش الفينش بتاعه كويس. بس في لعيبه كريم الدبيسي مثلا بتاع الاهلي صحيح، لعيب كويس جدا برضو. هي القصه كلها اللي عندي في قلب الدفاع بس، سواء حسام او مين، حسام عبد المجيد. لا حسام عبد المجيد، وكان معاه مين تاني اللي جنبه مش عارف بنسى اسمه ليه، عمر فايد لعيب مش وحش، بس يعني تصرفك بتاع امبارح ده يا عمر مش حلو مش حلو، فاهم قصدي؟ لعيب الاثنين عندهم سن بطء بس ده حقيقي، بس دي قصه كلها. طيب خليني برضو يعني اتكلم عن الاولمبياد وكمان على المشاركه الخاصه باللعيبه فوق السن النني وزيزو. النني فرقت معاه البطوله دي ازاي؟ بص انا قبل البطوله دي هاجمت النني والله، اتكلمت قلت يا جماعه انت مش كنت من اللي بيهاجموا النني؟ لا مش بهاجم انا، لا اسمعيني انا نفسي اسال لا بس اسمعيني، الناس لا. اللي كانوا بيهاجموا النني ده لاعب قعد السنين دي كلها في نادي ارسنال الانجليزي وفي دوري اللي هو الافضل في العالم، هل هو كان بيلعب هناك مجامله؟ ثانيه واحده، انت بتتكلمي في ايه بالظبط؟ انا بتكلم دلوقتي النني في اخر حاجه ما كنتش بيلعب، النني في البدايه ما بكلمش ان هو في بدايته هو بيلعب اساسي، انا بتكلم انت دلوقتي بتختاري الناس فوق السن عشان تلعب معاكي اضافه لمين؟ للمنتخب الاولمبي. النني في الفتره الاخيره مع الارسنال ما كانش بيلعب وكان ماشي خلاص عرضوه للبيع وهو اصلا ماشي خلاص فري. انت بقى مدير فني، هو انتقل خلاص بالفعل للدوري الاماراتي ايه بالظبط، ده خلاص من البطوله دي
انتقاد ان يا جماعه لا احنا محتاجين ما ينفعش مش هيبقى اضافه لينا عايزين كذا كذا اي حد تاني مكانه يجي يلعب ويفيد المنتخب بعد ما لعب وظهر بمستوى عالي جدا وحصل الالفه بينه وبين اللعيبه لا يا جماعه شابوه للنني 10 على 10 انا مش هقدر اقول لا غير كده لانه فعلا قدم مستوى حلو قوي لان النني قبليها ما كانش بيلعب انا عايز لعيب جاهز يفيد الفرقه لعب مع خلي بالك ده كمان دي حاجه تحسب ليه يعني هو من ساعه ما انتهى الدوري الانجليزي هو تقريبا في البيت يعني هو ما بيعملش حاجه بس مش منضم لنادي وما بيلعبش الا ان هو مثلا دي اجتهادات ممكن نقول هي شخصيه ان هو بيتمرن ان هو بيشتغل على نفسه دي اجتهادات شخصيه ولكن ان هو يتم استدعائه مع المنتخب الاولمبي ونشوفه بيظهر بالمستوى ده فيعني حقيقي دي حاجه تحسب له عشان كده بقول لك انا ما ينفعش اقطع فيه بعد كده انا انني بالظبط انني احسن حاجه فيه انه ما بيتكلمش يعني في الملعب بيوري الناس انا كان مع منتخب مصر الاول بيلعب بطريقه دفاعيه بيلعب تحت كتير قوي ما فيش اي اضافه لا مع المنتخب الاولمبي يمكن كان بيشوط على الجون وكان بيرجع يدافع ويهاجم كان بصي كان قايم بدور الليدر في الملعب كان هايل بصراحه عشان كده ربنا كرمه بالعقد اللي جاله في الامارات وربنا يكرمه ويكمل مع منتخب مصر الاول تاني باذن الله صحيح اكيد بنتمنى له كل التوفيق هو يعني لعيب كبير وعلى المستوى الشخصي هو انسان محترم راجل متدين راجل بيشتغل على نفسه راجل عارف مصلحته فين وبيشتغل في صمت زي ما انت بتقول وحتى ما بيردش ابدا على الانتقادات وده اللي بيميزه بشكل كبير جدا نرجع نتكلم تاني عن المنتخب الاولمبي وعن اللقاء اللي اكيد هيكون في غايه الاهميه اللي احنا كلنا مستنيينه قصاد منتخب من اهم المنتخبات العربية المنتخب المغربي وما يحتوي طبعا من لعيبة محترفة في أكبر الدوريات العالمية يعني هتكون مواجهة صعبة جدا ومواجهة أنت بتقاتل على ميدالية برونزية لازم يكون في ميدالية أكيد يعني هتكون مواجهة مش سهلة خالص ولكن قولي توقعاتك رايحة فين بص انت بتواجهي يعني بص انا يعني منتخب المغرب من اقوى المنتخبات في البطوله هو خرج مفاجاه من منتخب اسبانيا يعني الخروج ده كان مفاجاه دي حاجه على جنب لوحدها حاجه تانية هو برضه نفسه ياخد ميداليه زيه زيك تمام وفي كمان حاجه كمان يعني منتخب المغرب طبعا احنا المغرب والعرب عموما ده يعتبر ديربي بيننا انت عارفه طبعا المغرب ومصر منتخبات شمال افريقيا صحيح دايما بيكون فالموضوع فيهم هيبقى صعب منافسه ما بينهم كبيره جدا وزي كبيره منتخب قوي جدا فالمنتخب ده لازم يبقى لازم نلعب بنفس المستوى بتاعنا اللي لعبناه مع فرنسا في الشوط الاولاني ننزل مش خايفين ننزل بثقه بنلعب كوره بتاعتنا مفيش اي حاجه بس هتبقى مباراه قويه قوي قوي يعني لان هو عايز ياخد ميداليه زيك بالظبط صحيح فانا اتوقع بصراحه مباراه قويه قوي يعني صحيح اكيد هتكون مباراه قويه ما بين اثنين اشقاء عرب واكيد بنتمناها لمنتخبنا الوطني الاول ولكن طبعا اكيد يعني الفوز بيروح للي يستحقه خلينا نرجع مره ثانيه ونتكلم عن ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي وقد ايه غير من شكل المنتخب الاولمبي ويمكن الفتره اللي فاتت دي سمعنا كلام كتير جدا ناس كتيره جدا بتنادي بالتجديد مره ثانيه لميكالي واستمراره مع المنتخب الاولمبي اكيد شايفين ان في فرق حصل للمنتخب الاولمبي او ان الراجل ده يعني بيشتغل بشكل علمي ومدروس اكتر بكتير فده اكيد بيكون واضح وظاهر من خلال اداء اللعيبه في المستطيل الاخضر طبعا احنا شفناه في المباريات كلها بتاعه البطوله دي بداها مثلا في اول ماتش ما كانش عالي قوي بس قصاد الدومينيكان بعد كده اوزباكستان بعد كده لعبت اسبانيا فكانت مباراه كل مباراه يعني هو نفس التشكيل او تغيير واحد مثلا للاصابه او حاجه بس في الباك رايت او الباك ليفت احمد عيد او كريم الدبيسي بس بقيه التشكيل هو ثابت عليه اللعيبه بتزيد معاك كل وبتسمع الكلام وماشي كويس قوي وبيوصل اللي هو عايزه يعني الحاجه اللي هو عايزها بيوصل لها انه يوصل يكسب او يتعادل بيعدي المرحله بتاعتها صحيح دي عملها بس انا بقول لك حاجه ثانيه يعني ممكن ميكال هيبقى يعني خليفه كابتن حسام حسن يعني ميكالي هيبقى بعد كابتن حسام يعني ده توقعي هو طبعا راجل كويس جدا فربنا يكرم كابتن حسام حسن يفضل ماشي كويس مع المنتخب الاول بس لا قدر حصل اي حاجه هيبقى هو مكانه ده توقع بتتوقع ان ميكالي هيكون خليفه لكابتن حسام حسن في قيادته لمنتخبنا الوطني الاول فيما هو لا قدر حصل اي حاجه يعني ان شاء الله لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه ان شاء الله يكون طريقنا سواء بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول او بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي اكيد يعني بنتمناه يكون كله نجاحات لان احنا دايما بنتكلم عن كره القدم قد ايه هي بتتحكم في مزاج الشعب المصري كله بشكل كبير جدا انبسطنا النهارده كسبنا الدنيا كلها بتكون زي الفل خسرنا للاسف بيكون في حاله نكد عامه كده بتعم علينا فان شاء الله تكون يعني القادم كله يكون كله نجاح باذن الله بالنسبه للكره المصريه بشكل عام نطلع سريعا الفاصل بعد الفاصل هنرجع وهنكمل كلامنا مع كابتن محمد اليماني نجم منتخبنا الوطني السابق
رجعنا سريعا لسه مكملين فقراتنا مع حضراتكم هنا في صباح اون تايم ولسه كلامنا وحديثنا مستمر مع ضيفنا النهارده كابتن محمد اليماني نجم المنتخب الوطني السابق. صباح الفل عليك مره ثانيه يا كابتن. كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي وعن المواجهه القادمه اللي هتكون ان شاء الله قصاد منتخب المغرب واكيد بنتمناها لمنتخبنا باذن الله والميداليه البرونزيه تكون من نصيبنا. خلينا بقى نتكلم بعيدا عن المنتخب الاولمبي وباريس 2024 عن الدوري المصري ممتاز دوري النايل اللي يمكن حتى الان ما خلص لسه ان شاء الله يوم 18 تقريبا هينتهي الدوري المصري. عيان شويه عيان ايه عيان الدوري مطول قوي والله العظيم اسوأ دوري في الدنيا كلها. طب انت شايف الحل ايه؟ حل اصلا لازم تحط يعني اللجنه المسابقات لازم تحط لوائح صح يا جماعه. احنا في اوروبا احنا بروح مثلا وانا بلعب في بلجيكا هبدا الدوري 20/8 هني 21/5 مفيش حاجه بتتغير منتخبات اي حاجه مفيش اي حاجه بتتغير والله كده مفيش اي حاجه بتتغير. طيب لازم شايف الافضل ان يكون في موسم استثنائي الموسم القادم ده عشان يعني نحسن الوضع اللي احنا فيه؟ بص هي مش تيجي مره واحده بس يعني على الاقل يعني حاول تعملها. هتيجي ازاي؟ ما هي مش تيجي غير بموسم استثنائي. هي على فرق تلعب دوري مجموعه واحد دور واحد مثلا تلعب مجموعه هو بي يعني فرق معينه ما يقدرش يتكلم بس مش عشان حاجه عشان الفرقه دي بتلعب كذا 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 مسابقه يعني مثلا الاهلي بيلعب كذا مسابقه الزمالك بيلعب كذا مسابقه. طب الحل ايه؟ ما هي القصه كلها لازم تعمل رولز تحط الكلام ده كله لو في اكسبشن بس مش كبير ماشي يتعمل بس تمشي الدوري في حته واحده يعني في الـ في الـ في الـ مش مثلا نبدا في شهر مثلا احنا نبدا كام 10 ولا حاجه تقريبا يا دوب 10 فانت خلاص ايه يا جماعه انت لو اديت الناس شهر بس اجازه على في توقف بدايه معسكر تاهيلي قبل معسكر اعداد قبل الموسم الجديد يا دوب شهر 10 في توقفات كتير قوي في ساعات في توقفات مالهاش اي لازمه. طب ما في فرقه ثانيه تلعب في فرقه ثانيه خليها تلعب وخلي مؤجلات زي ما عملت السنه دي مثلا كان في مؤجلات قوي كتير قوي للنادي الاهلي ورجع منها ما شاء الله كويس قوي وفاز بيها واخد البطوله خلاص يعني في اوقات كده فرقه ثانيه بتاجل لها برضه لا ما تاجلهاش يلعبوا هم في التوقيت ده ما هيفضل برضه الدوري مش هيكمل غير باكتمال كل المباريات لكل الفرق المشاركه. عشان كده بقول لك القصه كلها تبقى صعبه قوي لازم لازم يتحط لها دراسه صح ويتعمل لها ميعاد صح. يعني طب انت مع وجود موسم استثنائي الموسم المقبل يكون دوري من دور واحد او من مجموعتين؟ ممكن لو عشان اخلص الدوري ده بسرعه وابدا دوري جديد بس بمواعيد محدده ممكن اعمل كده لو في حاجه استثنائيه عشان اعمل. تفضل ايه؟ مجموعتين ولا دور واحد؟ لا خلي مجموعتين. مجموعتين بس مجموعتين دايما هيكون في احساس بعدم العداله. المجموعه دي كانت اصعب من المجموعه دي المجموعه دي كانت اسهل في من المجموعه في قرعة دي بقى. ما دي مالهاش دعوه مش بتاعتنا احنا بقى لو في قرعه انما القرعه حتى لو في قرعه هيقول لك لا ما المجموعه دي كانت صعبه جدا خلاص اعملها مجموعه واحده بقى خلاص انت مش عايز دور واحد هقول لك ايه طيب ما هو كده مش نافع كده مش نافع تقول لك ايه فرصه واحده كل فريق بيقابل فريق اخر مره واحده بس وتكون هي دي النتيجه في برضو. هي برضه هي في اي حال من الاحوال هو الموضوع لازم يكون بيمشي بشكل استثنائي لموسم واحد هيكون صعب ولكن مفيش حل تاني. انا القصه كلها بس لازم يدرسوها. طب الناس دي قاعده شغاله ليه؟ يعني انتوا شغالين قاعدين في شغالين في فريق المسابقات بتعملوا ايه؟ افهم بس خلاص اقعدوا يدرسوها كده وظبطوها طلعوا لنا دوري محترم. يعني عايزين نتفرج على دوري محترم عشان ما انا بقول لك الدوري ده مأثر على لعيبتنا في المنتخب الاولمبي والله وفي المنتخب الوطني الاول والمنتخب الوطني الاول فيا جماعه لا يعني حسوا بالكلام ده الناس مش واخده بالها. لك ان تتخيل برضو ان في لعيبه خاصه اللي بيلعبوا اهلي زمالك او كمان فريق بيراميدز اللي بيشاركوا مع المنتخب الوطني الاول اللعيبه دي ما بتشوفش اجازات ما بتشوفش راحه. عايز طب عايزه ايه طب بالظبط اللعيبه من مشاركات بقى قاريه سواء مع انديتها لبطوله بطولات محليه دوري كاس تتخلص من هنا تطلع على تصفيات مع المنتخب الوطني الاول وكمان ممكن تكون زي مثلا زيزو بيطلع مع المنتخب الاولمبي. طب الناس دي هترتاح امتى بالظبط؟ هيرتاحوا امتى بالظبط وهياخدوا اجازه امتى مثلا يعني سيبك اللي هي سيبك من الراحات القليله اجازه بتاعته اللي هي بعد الدوري دي هياخدها امتى صح؟ انا مش هيلحق على طول. انا اظن ان في لعيبه كتير جدا خاصه اللي بيلعبوا للقطبين اهلي وزمالك بقالهم سنين ما شافوش الاجازه اللي احنا بنتكلم عنها دي وان شاء الله نتمنى ان القادم يكون افضل فيما يخص بقى يعني لجنه المسابقات والتنسيق للدوري الممتاز القادم يكون في موسم استثنائي يحل الأزمة اللي احنا بنعيشها وبنعاني منها بقالنا سنين كتيرة جدا. تعالى نتكلم عن أهلي وعن زمالك. النادي الأهلي متصدر في الوقت الحالي للدوري الدوري المصري الممتاز والمتوقع ان خلاص النادي الأهلي يعني يكون صحيح نقطة وحيدة ويتوج بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.
فخليني اسالك عن المنافسه، شفتها ازاي في الموسم الحالي خاصه مع فريق بيراميدز اللي شفناه بينافس لغايه يعني الامطار الاخيره وقدم بالفعل يعني موسم هايل يستحق اكيد التحيه الكبيره جدا عليه. وخليني برضه اسالك على الجانب الاخر في السباق بقى على الهروب من الهبوط في هذا الموسم، يمكن حتى الان تاكد خلاص هبوط فرقتين الداخليه والمقاولين، لسه الكلام ما بين فاركو وبلديه المحله. بلدية المحلة ما عندهاش حل غير ان هي تفوز في المباراتين القادمتين دي عشان تقدر ان هي تستمر في الدوري الاضواء، ولكن يعني فاركو يمكن بيكفيه بس ان هو يفوز في لقاء او ياخد نقطة وحيدة او حتى يكون بيستنى خسارة لفريق بلدية المحلة عشان يضمن البقاء في الدوري المصري الممتاز. تمام. شايف الصراع ده عامل ازاي وده عامل ازاي؟ والله بالنسبه للقمه يعني الاهلي فريق بطولات، يعني مش يعني احنا عارفين الاهلي فريق بطولات، ولو انا في مكان بيراميدز ومتصدر الدوري يعني بدري كده ومش كويس، لا هحافظ بس لا بس فعلا الاهلي فريق بطولات. الموجات المباشره هي اللي فرقت وحسمت، هي اللي فرقت طبعا. الماتشين بتوع بيراميدز والاهلي هم اللي فرقوا طبعا، عملوا يعني ادوا ثقه لعيبه الاهلي طبعا في المباراه الاولى طبعا، فجت المباراه الثانيه فريق بيراميدز ما عملش حاجه برضه، يعني خسر نفس المباراه. وبالنسبه للهبوط، قصه الهبوط دي صعبه قوي يعني، قصه تحت يا غريبه قوي يعني. الاسماعيلي كان داخل في الدوامه شويه بس الحمد لله يعني تقولي نفد في الاخر يعني، فاهمه؟ انما الموضوع تحس ان تحت اعلى من فوق، تحس ان في دوري تحت اعلى من فوق يعني، فاهمه؟ في منافسه اشرس، كتير جدا بالزبط. ودايما بتكون المنافسه على البقاء في الدوري المصري الممتاز دوري الاضواء وعدم الهبوط للدرجه الادنى بتكون اصعب، وبيكون فيها بصراحه يعني نديه وتنافسيه اكبر بكتير. بس فرق كبيره نازله مثلا مقاولين مش قليل يعني، فاهمه؟ اكيد يعني دي وحشه قوي بصراحه يعني. واتوقع مثلا بين فاركو وبين البلديه، انا اتوقع فاركو يكمل يعني النادي الاستثماري ومعاه فلوس وبتاع، فالموضوع يبقى بالنسبه له اسهل شويه يعني. اسهل شويه ان هو يكمل فيما هو قادم. ما عايزين نتكلم برضو في الجزئيه دي، فكره ان انت صعدت للدوري المصري الممتاز، خلاص انا صعدت، طب خطتك ايه بعد ما انت صعدت؟ لان اكيد التواجد ما بين الكبار دي تشوفها فرق زد. فرق زد طبعا. بصي بقى بصراحه يعني بص صعد بص دي من مفاجات الدوري والحاجات الايجابيه اللي في الدوري. فرق زد ظهرت بمستوى حلو قوي وماشيه كويس قوي، وزي تقريبا يعني زي ما الجونه عملت في الاول ما طلع برضه فضلت ماشيه كده في الاول كويس برضه. فيعني انا اتوقع زد هتفضل ماشيه كده بمستوى كويس قوي لو هم فضلوا ماشيين على نفس السيستم ما غيروش حاجه فيه، هيفضلوا كويسين جدا كويسين قوي، لان القصه مش استثماريه قوي معاهم برضه. القصه ان هو بيجيب لعيبه كويسه ومدربين كويسين وشغالين، اصلا المنظومه كلها شغاله من تحت كويس بلاعبتها من تحت، من ساعه ما جابوا عمر خضر ودلوقتي في تقريبا في استون فيلا. فالدنيا كلهم يعني هم كمنظومه كرويه شغاله صح. صحيح. طول ما انت شغاله صح يعني عندهم سيستم من تحت شغاله صح وعندك اساس حتى تغذي الفريق الاول بلعيبه كويسه بس هيشتغلوا صح على طول يعني. بس صحيح. طيب خليني اسالك عن النادي الاهلي وفيما يخص مهاجم النادي الاهلي وسام ابو علي. وسام ابو علي، هل النادي الاهلي وجد ضالته خلاص في وسام ابو علي؟ 18 لقاء ب 18 هدف، وهو في الوقت الحالي بيتصدر قائمه هدافين الدوري المصري الممتاز من ساعه ما جه للنادي الاهلي. ف لا لعيب هايل بصراحه، وانا قلتها قبل كده هو افضل لاعب في الدوري السنه دي، هو يعني هو امام عاشور من اللعيب المميزين جدا في الدوري المصري. لا لعيب هايل وهداف واضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وفي الفتره الجايه هيبقى اعلى من كده طبعا بكتير يعني. يعني تخيلي في الفتره دي واحرز الاهداف دي كلها لما يكمل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي كبير هيبقى اسمه كبير جدا وهيبقى عالي قوي، ممكن يروح لانديه كبيره كمان يعني. صحيح. هو بالفعل احنا سمعنا عن كلام كتير وعروض كتير جدا بتوصل لوسام ابو علي في الوقت الحالي من انديه سواء كانت في الخليج او كمان في اوروبا بعد الاداء الهائل اللي عمله او قدمه مع النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت. ولكن طبعا واضح ان النادي الاهلي بعد ما لقى ضلته في وسام ابو علي ففكره التفريط فيه اكيد هتكون فكره مستحيله وبعيد تماما 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 عن تفكير اداره النادي الاهلي. كابتن محمد يماني اكيد نورتنا النهارده في صباح اون تايم، وسعدت جدا جدا بوجودك معانا، واتمنى ان شاء الله الزياره دي تتكرر كتير. ربنا يخليك يا شيماء، والله انا مبسوط جدا. ربنا يخليك يا الله يخليك يا كابتن. مشاهدينا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله عندنا لقاء بكره في نفس التوقيت الساعه 10 الصبح في حلقه جديده من صباح اون تايم، ومن هنا لبكره صبح اتمنى لكم يوم سعيد جدا.